وبيرصدها كمان الناقد الرياضي والصديق العزيز محمود صبري في اون تايم سبورتس. نسمعه. الامور على السوشيال ميديا العاطفه بتحكم، ولغه المشجع ما بتقيمش مشهد. على مدار التاريخ اللي احنا شفناه، الاهلي ما بيخش قراراته من المدرجات، الاهلي بياخد قراراته من الترابيزه القاعده موجوده بيقول قراره. وده الكلام ده اتقال من التتش مرورا بكل الرؤساء العظام في تاريخ الاهلي حتى الكابتن محمود الخطيب يعني. طيب موسيماني، انا عاوز، في ناس ممكن تفتكر اكيد انت متابع واحمد متابع، عاوز افكركم ان لما جه مانويل في 2001 ما بداش البدايه اللي بداها موسيماني. موسيماني عنده مشروع فني، انا من خلال انا عملت معاه حوار قعدت معاه مشروع فني. عنده مشروع عاوز يعمله، بس انت عاوز في 5 شهور اعمل لك المشروع. انت لو بتبني عماره بتاخد سنتين صحيح عشان تنفذها صحيح. طيب انت عاوز تنفذ الشغل بتاع الراجل وعاوز تشوفه، بتقول عاوز اشوف الكره بتاع السان داونز، قعد 8 سنين يبني ويعلم ويحفظ وبتاع، وده شغل كبير. انت بتلعب مباراه كل 3 ايام، الاطار متصاعد والضغوط كبيره، انت بتنافس في كام بطوله يعني، دوري اطلع كاس العالم وخدنا الهيصه بتاعت بايرن ميونخ ولازم نكسر الدنيا. طب يا جماعه ده ماتش بايرن ميونخ ده ادانا رساله، المفروض انا يعني اعتقد كده، واعتقد انه كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لازم ياخدوا من الدرس تحلل الفرق صحيح. تشوف ايه الفروق. الراجل لما تكلمه ويقول لك اي مدرب ممكن يجي يجيب مع الاهلي الدوري ويجيب دوري ابطال افريقيا ويجيب كاس مصر، لكن الاهلي محتاج مدرب يلعبه كوره يعني لازم يبقى فيه الكوره الموجوده اللي انت بتحبها. طب الكوره دي المدرب هتجيبها ازاي؟ في يومين؟ لا مش في يومين خلاص. هو عنده افكار كتيره بقى، وعنده انا بكلم بقول لك اهو. فاعتقد انه ايه، انا شايف انه المساله محتاجه هدوء. لازم تحط في اعتبارك انه هو حتى لما جه في ظرف الضرر القاتل ما حدش كان يتوقع، عشان بس حد يبقى ايه وبعد يبقى كده يقعد يفكر، كانش حد يتوقع ان الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا رغم انه المنافسه الصعبه كانت الناس كلها بعد ما مشي فايده ولا خلاص الدنيا باظت ويجيب مدرب ولسه نجرب، فتفاجئ الناس باداء قوي جدا للفرق قدام الوداد في المغرب. ده حقيقه جدا يعني، وتوفيق ربنا كان سابق كل الكلام ده. اذن هو الرجل لديه مشروع وتقييم اللحظه ده شيء محتاج خاطئ. بس محتاج ايه؟ محتاج صبر شويه. طيب الحقيقه الكلام اللي قاله الاستاذ محمود صبري في انه اللي حاصل ده كله مش من فراغ، حتى سياسه عمل النادي الاهلي قال لك دي مسائل تاريخيه.